انا محمد حنفي محمود السيد، شغلتي جزار. المفروض ده طبيب معالج، المفروض يكون عنده اخلاق ويكون عنده ضمير وما يعملش حاجه زي كده، لان المفروض دي امانه. كلمه الدكتور يعني حلف اليمين، يعني اللي هو بيعمله ده غلط، لان ممكن هو بيتكلم معاه بحسن نيه مثلا او بيوضح له حاجه، فبص تلاقيه هو بياخد الحاجه وبيستفيد منها، بيعرضها للناس سواء كان فيها غلط او فيها صح، فبيعرضها للناس. فاذا كانت الناس مثلا متعاطفه معاه مش هتعاطف معاه، اذا كان في يعني زي ما تقول هنقول مش امين، الدكتور مش امين خلاص. اسمي احمد عبد الكريم احمد. بدايه الدكتور اللي هو المعالج بالنسبه لمبارك ده، مفروض اي حاجه بيقولها في حاجه اسمها اسرار مهنه المفروض ما يقولهاش، يعني دي حاجه اسمها في قسم. طب فين القسم؟ طب اللي انت اقسمت عليه قسم بقراط، ان انت ده قسم ان انت بتحافظ على اسرار سر المريض، وان انت ما بتقدرش ما تكشفش في الحاجه اللي هو اللي قالك. ما اعتقدش ان مبارك هو اللي قال موضوع او كان عارف موضوع الجنود اللي قتل الجنود اللي هم اللي في رفح. اللي كان عارف بيهم كان موضوع كان مرسي هو اللي عارف بيهم وعارف الموضوع ده كله. انا خالد محمد ابراهيم، ثالثه كليه حقوق جامعه القاهره. رايي في كلام محمد حسني مبارك ان هو حقه كمواطن ان هو يقول اي كلام عادي، حقه ان هو يشارك سياسيا برايه، وانا شايف ان الكلام كل الكلام اللي قاله ده انا متفق معاه 100%، مع اني مختلف معاه في سياسته اللي هو كان حاكم بيها مصر في الفتره اللي فاتت، بس ده من حقه ان هو يبدي رايه زي ما انا من حق ان انا ابدي رايي كمواطن عادي. اما ان الدكتور يسجل للرئيس السابق محمد حسني مبارك، ده طبعا اسلوب خاطئ جدا، المفروض كان يتم باستئذان الرئيس السابق.